مساء الخير يا جماعة، ازيكم؟ بتسألوني على ال RSV اللي هو الفيروس منتشر، هو بينتشر دايما في الوقت اللي زي ده، والدور منتشر ما بين أطفال كتير مش بس هنا على مستوى العالم. هو اسمه بالعربي الفيروس التنفسي البخلوي. الفيروس ده عادة هو بيجي للأطفال كل سنة، بالذات الأطفال الرضع، بيبقى مثلا على دخلة الخريف أو نوفمبر وكده، شهر 11 يبتدي ينتشر، وبعد فترة يبتدي يهدى بعد ما الشتاء يهدى. مش دايما بيكون فيروس خطير، في بعض الأولاد بيجي لها دور بسيط جدا وبيروح، في أطفال تانية بعد الشهر ممكن يتطور معاها الموضوع لالتهاب رئوي. المختلف في السنة دي عن كل سنة إن الأعداد أعلى بكتير، يعني الإحصائيات بره في أمريكا بتقول إن الأطفال اللي بيدخلوا المستشفيات بسبب الفيروس ده يمكن يكونوا 40% أكتر من السنوات اللي فاتت. والملاحظ هنا في مصر إنه عدد الأطفال المصابة أكتر من العادي. الله أعلم مصابة بإيه، لأن هنا في مصر إحنا ما بنحللش لكل طفل نشوف إيه الفيروس اللي جاله، بس هو من ضمن الفيروسات اللي دكاترة الأطفال بتلاحظها في المرحلة اللي احنا فيها بأعداد أكبر. طيب ليه السنة دي بالذات الأعداد أكبر؟ بعض التفاسير بتقول إنه مناعة الولاد مختلفة، لأن احنا بقالنا سنتين أو ثلاثة محبوسين بسبب الكورونا، فالأطفال ما بقتش تتعرض لفيروسات عن طريق الجهاز التنفسي زي زمان، يا إما لابسين ماسك يا إما ما بيخرجوش يا إما قاعدين في البيت ما بنختلطش، فالمناعة مش بت يعني دلوقتي بقت بتتفاجأ بالحاجات وبتتعامل بشكل أضعف من زمان. بعض التفاسير بتقول إنه زي ما طبعا احنا عارفين إن في كورونا، كورونا ما خلصتش بس بتبقى أقل من زمان، أو ما مش واضحة، مش شديدة زي زمان مع التطعيمات والكلام ده. ففي أطفال بتاخد الفيروس ده الRSV وبعدها تلضم في كورونا، مناعتها بتبقى اتضربت جامد قوي ومشغولة جدا، فمتبقاش قادرة تواجه الكورونا كمان، فحبايبي الحالة بتتدهور وبتوصل للمستشفيات، في أطفال بتتعجز في الرعاية. طيب هل هو خطير؟ نقلق؟ نتخض؟ ناخد بالنا. الرعب ما يعني مش هيفيد الطفل في حاجة ولا هيفيد الأم في حاجة. طيب بيتنقل ازاي؟ بيتنقل عن طريق العطس او الكحة او الرشح، يعني اي حاجة خرجت من الجهاز التنفسي او لعاب موجود عند الطفل لما يختلط بطفل تاني. فبالتالي انا لازم اخد بالي جدا من نظافة الايدين بتاعت الولاد، ان كل طفل له معلقة وطبق وكوباية له الفوطة بتاعته. الحضانات لازم تبقى نظيفة جدا جدا جدا، لو انت ظروفك لا تسمح خلاص يعني لازم بتنزلي الشغل وربنا يقويكي والبيت معتمد عليكي ماديا وخلاص هتنزلي. لو انت ظروفك تسمح ويعني الامور فيها رفاهية كبيرة ممكن تقعدي من الحضانة شوية. بالنسبة برضو الفيروس ممكن يتنقل من البوس، تقبيل، فأرجوكوا يا جماعة ما حدش يبوس الأطفال بالذات الرضع واللي لسه مولودين، أكتر ناس عرضة للفيروس بيبقى تقيل عليهم الطفل اللي بيتعالج متأخر، اللي مامته تحس ان هو بيكح وتطنش او تجيب له دواء كحه من البيت، تفتكر ان ده دور بسيط. فالكحه دي معناها الاول بتبقى ناشفه، معناها ان انا عندي تحت في الجهاز التنفسي من تحت من عند الرئه في بلغم، انا ما خرجتوش بطريقه صح وما عالجتوش بطريقه صح. وساعات مذيبات البلغم في سن معين بتبقى هي اللي ايه عقدت المشكله، فيفضل يتراكم البلغم او المخاط ويعمل ايه، يتلم عليه ميكروبات تانية فيقلب بالتهاب رئوي، فالام تحس ان الولد مش عارف ياخد نفسه خالص. فلو سمحتوا بيبقى خطر لو متعالجش بسرعه، بيبقى خطر على فكره الاطفال اللي عندهم حساسيه في الصدر او حساسيه في الانف او عندهم اللي هو الربو كمان الازمه، او الاطفال اللي عندها امراض في المناعه، بيبقى خطر على الناس الكبار في السن. فبلاش تودي لو ابني تعبان بلاش يروح لجد ولا تيتا، لانه مش مناعته مش هتعرف تتعامل معاه بشكل كويس. بالنسبه لاعراضه، الاول بيبقى شبه دور البرد، رشحه، عطس، الحاجات العاديه، كحه ناشفه، في اطفال بتسخن، في اطفال ما بتسخنش، في اطفال سخونيتها بتبقى بسيطه او متوسطه، يعني الاغلب سخونيته متوسطه مش اللي هي درجه حراره ال 40، عشان كده الامهات بتفتكر انه برد عادي. بعد يومين يبتدي المخاط يتراكم، الكحه الناشفه تبقى كحه ببلغم، الطفل رافض الاكل خالص كتر ما البلغم في صدره وما بيخرجش، فبيبتدي يرجعه، بتشوفيه في الستول بتاعه يعني في البراز بيبقى بينزل لانه بيحاول يتخلص منه. الطفل بيبتدي تنفسه يبقى اصعب، صدره بيزيق،
مشخلل، انت حاسه ان هو بياخد نفسه بصعوبه، بينهك، ضربات قلبه اسرع من العادي، بتحسيها بالذات وهو نايم، بيبقى قريب منك واخده بالك من الموضوع اكتر، معرف طبعا بصفه عامه، غلاسه الدور ان هو طويل، يعني الكحه بتستمر كتير، ممكن الطفل يتحسن وبعدين يرجع يسوق تاني، لانه ممكن انا اكون خلصت من الفيروس بس بعد شويه يجيلي ميكروب اخر او بكتيريا تانية تستغل ان مناعتي قليله وتبتدي تدخل. علاجه ايه؟ علاجه ان انا اتوجه للطبيب الاطفال فورا اول ما احس ان طفلي عنده كحه، علاجه او سخونيه او طبعا ضيق تنفس او مشاكل في النفس. لازم قبل ما اخرج من عند الدكتور ابقى عارفه اعمل ايه لو ابني حالته سائت او ما بيتحسنش بعد 48 ساعه، لانه لازم يكتب لك خطوات تمشي عليها، او اذا كنت هتبعتي له او هتروحي له تاني. الطفل اللي بيكتب له جلسات النبيلايزر او الاستنشاق انا عارفه انها بتبقى تقيله عليك وصعبه، او بتبقي حاسه ان حرام نشتري كل الجهاز ده، او بيبقى صعبان عليكي الولد. بصي يا حبيبتي، جهاز النبيلايزر ده دوره ايه؟ دوره ان هو الادويه الشرب العاديه بتاعت موسعات الشعب واللي هتساعد صدر الولد، هو دوره ان هو يصغرها قوي قوي بحيث تدخل لاخر حته في الرئه، فتعمل مفعول يمكن 10 اضعاف الدواء الشرب العادي. ده بيعمل ايه؟ ده بيوسع الشعب فبيفضي كل البلغم اللي فيها، وفي نفس الوقت بيدي كده زي ادويه معينه توقف الالتهاب وانتاج المخاط، فالمخاط يبتدي يقل، يقدر الطفل يتصرف ويبتدي تحس انه سال وبدا يخرج من الانف او بدا يخرج بطرق تانية. لو انا ما عملتش الجلسات بانتظام ايه اللي بيحصل؟ المخاط بيفضل شديد على الطفل، فالحاله بتتطور لالتهاب رئوي. واسالوا امهات كتير كاتبه ان ده حصل للاسف لاولادها. لو كتب الجهاز لو سمحتي لو سمحتي استخدميه، مش كل الاطفال بيكتب لها مضاد حيوي، في اطفال على حسب حالتها. غسيل الانف مهم جدا 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 للاطفال من الاول، من اول يوم، عشان المخاط ما يتراكمش، اللي هو مش لازم بمحلول ملح، انت ممكن بنقط او البخاخه. مهم قوي الولاد تاكل اكل صحي على قد ما نقدر، انت تاخدي فيتاميناتك لو بترضعي، رضعي كتير جدا جدا لو الطفل بيرضع طبيعي، دي اكتر حمايه هتساعده. ربنا يحفظ الولاد ويقويكم.